إذا لم يكن لديك حساب ضيف ترددي، يمكنك فتح حساب جديد عن طريق الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. بمجرد أن يكون لديك حساب، يمكنك تقديم الطلب إلكترونياً للحصول على خدمة الضيف الترددي المطلوبة. استكمل النموذج المخصص للخدمة وتأكد من إرفاق الوثائق المطلوبة ورسوم الطلب 500 درهم. بعد تقديم الطلب، تقوم الهيئة بتقييم ومعالجة طلبك وإصدار الفاتورة. تستطيع دفع رسوم الضيف الترددي من خلال الدفع الإلكتروني أو بطاقات الدرهم الإلكتروني أو التحويل البنكي. سيتم إصدار التصريح الخاص بك وتوصيله إلى عنوانك المسجل.